إذا دخل رمضان ولا زلنا في الحجر المنزلي، معنى هذا يا أخوان إن هذا لعله أفضل رمضان يمر علينا. أعيد مرة ثانية، ما عدا صلاة الجماعة في المسجد، إن وجدت هنا نكون خلاص اكتمل الوضع. لكن لو كنا محجوزين في البيت على هذه الحال يدخل علينا رمضان، فهو أفضل رمضان يمكن يمر علينا. شلون؟ لا عمل، لا دوامات، لا شغل، يعني شنو عندك بين النوافل وبين الذكر والدعاء وبين المصحف؟ رمضان يا جماعة ترى مو شهر حق الزيارات وحق الطلعات وحق الوناسة وحق هذه عاداتنا متعودين عليها صح، لكن الأصل في رمضان الخلوة، إنك تجلس بينك وبين الله. إن دخل رمضان وحنا في الحجر المنزلي يعني أبشر بوقت تقضيه مع الله يمكن ما مر عليك في حياتك كلها. يفترض في رمضان اللي ما عنده شغل كل 3 أيام يختم ختمة، كل 7 أيام يختم ختمة، 4-5 ختمات تختمها في رمضان. مو بس تختمها بقراءة، تختمها بتدبر. لا تقول يا رب ما يجي رمضان وحنا بالحجر، أنا أقول يا رب يجي رمضان وحنا نصلي في المسجد، هذا أهم شيء. لكن ما عدا هذه الأمور فنحن في خير، لو كنا في هذا الحجر أسأل الله أن يعافينا من هذا المرض.